God, exalted be He, says, and had we, so, willed, we could have given every soul its, means to, guidance, so that it may be guided through faith and obedience, through its own choice, but my word became dew, and it is that, verily I shall fill hell with jinn and mankind together. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون God is He who created the heavens and the earth and whatever is between them in 6 days, the first of which was Sunday and the last of which was Friday, then He presided upon the throne, Al-Arshin, classical Arabic, idiom denotes the seat of a king, a presiding worthy of him. You do not have, O disbelievers of Mecca, besides him, in other words, other than him, any protector, min waliyin is the subject of the particle ma with the min added, extra, in other words, any, helper, or intercessor, to ward off his chastisement from you. Will you not then remember, this and become believers? ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. That creator and director is the knower of the unseen and the visible, that is, what is hidden from creatures and what is present before them, the mighty, the invincible in his kingdom, the merciful, to those who are obedient to him. And they, namely, the deniers of resurrection, say, when we are lost beneath the earth, when we have gone thereunder, having become dust mixed with its dust, shall we be indeed created anew? An interrogative of denial, read ayina, by pronouncing both hamzas, or by not pronouncing the second one and inserting an aleph between them either way, in both places. God, exalted be He, says, nay, but they disbelieve in the encounter with their Lord, through resurrection. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. And if could you but see the guilty, the disbelievers, hanging their heads, low, before their Lord, lowering them in shame, saying, Our Lord, we have seen the resurrection that we denied, and heard from you the confirmation of, the truth of, the messengers concerning that in which we used to call them liars. So send us back to the world, so that we may act righteously therein, for indeed we are convinced now. But none of this is of any use to them and they will not be sent back, the response to, the conditional clause beginning with, law, if, is, an implicit, you would see a terrible thing.